Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المستشار والمدرب الحارث العمري. سأتكلم عن دورة إدارة الأداء المالي بفاعلية لفترة الانطلاقة للمشاة الصغيرة والمتوسطة. سأعطي فكرة شاملة ثم سأتكلم في محاور الدورة. هذه الدورة تفيد جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة مهمة، ونسنركز على موضوع الإدارة المالية. ما هي الإدارة المالية؟ نتكلم ونسمع كثيرا في المقالات وفي الصحف وفي القنوات الفضائية الإدارة المالية، هل هي فقط حصرا على المنشآت الكبيرة أم هي نستطيع أن نطبقها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ الإدارة المالية هل هي فقط ممارسات وخبرات تراكمية أم أنها علم يدرس ويستحدث لها شخص متخصص لهذا الإدارة؟ هل ينبغي أو هل يستطيع صاحب المنشأة أن يستعين بمدير مالي متخصص أو يستطيع هو القيام بالأمور المالية؟ هذه جزئية جدا جدا مهمة. سنتكلم عن أهمية الإدارة المالية وعلاقتها بالإدارات الأخرى، بإدارة التسويق وإدارة الموارد البشرية والعمليات وبقية الإدارات في المنشأة الصغيرة. سنتكلم عن مفهوم ودور المحاسب وما علاقته بالإدارة المالية، وهل ممكن أن يكون المحاسب هو المدير المالي أو العكس، المدير أو المسؤول المالي يمكن أن يكون محاسب. سنعرف العلاقة بينهما وما هي الأشياء التي تربطهما وكيف أن يكون هذين أو هذين الشخصين متوافقين ومنسجمين في نجاح المنشأة. سنتكلم عن موضوع جدا جدا مهم ألا وهو القوائم المالية. دائما ونسمع كثيرا القوائم المالية للشركة الفلانية للجهة الفلانية. القوائم المالية ببساطة عبارة عن ثلاثة أنواع، هي قائمة الدخل أو ما تسمى بالأرباح والخسائر، قائمة الميزانية أو ما تسمى أحيانا بالمركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية أو ما تسمى باللغة الإنجليزية كاش فلو. هذه القوائم المهمة التي ينبغي على كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة معرفتها مع وجود المدير أو المسؤول المالي والمحاسب. هذه القوائم المالية تعد كل شهر، كل ثلاثة أشهر، كل ستة أشهر، وكل سنة كحد أدنى. هذه القوائم المالية من خلال البرامج المحاسبية يتم الاطلاع عليها بطريقة سريعة ومهمة، لكن هذه القوائم المالية لابد من معرفة ما هي مكوناتها وما هي عناصرها وكيف أستطيع أنا كشخص غير مختص أن أقرأها وأستطيع تفسيرها وتحليلها حتى أدخل على جزئية أو تعتبر مدخل لجزئية التحليل والتقييم المالي للقوائم المالية. القوائم المالية بحد ذاتها لا تكفي إذا لم أستطع تحديدها وقراءتها بشكل صحيح واتخاذ القرارات المالية التي تخدمني في منشأتي. ما هي القرارات المالية التي قد تكون في منشأتي؟ هي لا تخرج عن ثلاث مسارات، إما قرارات استثمارية أو قرارات تمويلية أو قرارات تشغيلية في المجال المالي. هذه القرارات لابد أن تكون مدروسة بطريقة صحيحة ومبنية على قوائم مالية سليمة صحيحة يكون الإدارة المالية قامت بإعدادها. سندخل في جزئية أيضا جدا مهم ألا وهو التخطيط المالي. كثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعثر أو تتعرض للإفلاس بسبب عدم التفكير في المستقبل وعدم التخطيط ووضع خطط مالية مستقبلية أو ما يسمى بين قوسين الموازنات المالية، وهو فرق كبير عن ميزانيات وموازنات. ميزانيات تتكلم عن فترة سابقة بينما الموازنات تتكلم عن فترة مستقبلية، وهذا دور المدير المالي أو صاحب المنشأة بالتعاون مع المدير المالي. سنتكلم كل هذه المحاور من خلال نظريات ومبادئ علمية مدروسة، سنتكلم من خلال طرحها في حالات عملية وتمارين، وأيضا سنستعرض قصص وتجارب لشركات ومنشآت محلية وعالمية في الجانب المالي. أتمنى أن هذه المحاور أعطتكم فكرة ولو بسيطة عن دورتنا التي ستفيدكم بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.